صور؟ إذا سمحتي لي. الصراحة ما عندي فكرة. اخذي راحتك أم فواز، اخذي راحتك، حياك الله. مشكور يا دكتور، ما تقصر. مشكورة حبيبتي. يا هلا حبيبتي. الصراحة دكتور أمرها غريب أم فواز. بعد الله يعينها، الوحدة تسوي أكثر من كذي. أي والله مسكينة دكتور، الله يعينها. أبيك تشوفهم وهم صغار، بس وهم صغار. كذي وايد أريح لك. باعت البيت؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيها. لا لا يا خالة، العمة إقبال ما باعت البيت، عيالها اللي باعوه. هي دازتك؟ أقسم بالله العمة ما تدري عن شيء. عيلش تبيش حقه ياي؟ البيت هذا أنا ربيت فيه، ولي ذكريات فيه مع أمي وأبوي الله يرحمهم، وتزوجت فيه. البيت هذا بيت أبوكم. تكفون يا خالة، إذا تقدرون تكلمون فواز يرجع البيت. ترى العمة حالتها تصعب على الكافر. الله، كنت جميلة قوي يا أم فواز وانت صغيرة. مشكورة حبيبتي. ده فواز مش كده؟ شفته قبل ما يسافر، كان بيوصيني على بابا كتير، هو قال إن سفرته مطولة. أمال صحيح فين بنات حضرتك؟ سافروا وياه. إن شاء الله ربنا يردهم لك بألف سلامة كلهم. تعالي نبيك برا. الله اكبر عليك. اقبال المتعلمه الفاهمه اللي فرت راس اخوي، عيالها باعوا البيت من وراها، علينا الحكي؟ لا، وتقول ما تقدر ترده. اقول اقبالو، هالالعاب هذه لا تلعبينها علينا، ترى احنا فاهمين. يا مثقفه، يا المتعلمه، يا المعروفه. عيالكم تدلون دربهم. وفواز اعتقد تعرفون بيته، وحصه تعرفون رقمها بعد ما اجرتوا لها المحل. عيالكم روحوا سالوهم. محل؟ اي محل اللي تحكين عنه؟ نعلب داركم ما تخافون الله. عيالك لها اليوم هذا ما عطوني ايجار المحل. عيالك ما عرفوا ان عندهم عمه اسمها فاطمه الا لما فكروا بمشروعهم. ابعرف هذا الشيء يرضي رب العالمين؟ وليش تغلطين غلطتي يا فاطمه؟ ليش؟ انا ما اثق في عيالكم، حتى عيالي ما اثق فيهم، وهذه غلطتي الوحيده. وانت كلامك صح يا فوزيه، انا فاره مخ اخوك عدل، علشان كذي قال لي كل شيء عنكم. تذكرون سالفة البيت؟ البيت هذا اللي انتم زعلانين عليه، البيت اللي انا حافظت عليه،
تذكرون سالفته يوم قلتوا حق اخوكم بيع البيت ونبي نصيبنا؟ هذا البيت انا اللي ماسكته وحافظت عليه، ولو ما الخيانه متاصله فيكم كلكم وورثتوها لعيالكم كان ما انباع البيت. والله ما حد خاين العشره غيرك. تبين اذكرك يا اقبال ايش سويتي باهلك؟ تبين اذكرك ايش سويتي بخالك وبناته؟ اخوي ضفك وحطك بعيونه، ولما طاح في المستشفى شفت شغلك عليه وبعتي بيته. اقبالوا لو فيك خير عيالك ما يحشون فيك قدامنا. مالت عليك وعلى وجهك. أشوى مو قاعدة تبكين؟ أبكي؟ على اللي سووه فيك؟ يا شين المرض علت صوتها في مكان عام. أنا توقعت الحين أي ألقاك منهارة من البكي. أنهار على شيء أنا متعودة عليه؟ يا بعد قلبي مبين إنه ما وايد ظلموك. مو لدرجة إني أنهار وتنزل دموعي. ما يطفي نار الحاقد إلا دموعنا. إذا نزلت دموعنا بردت على قلبه. لا حد يبكي قدام حاقد. لا حد يشره وعات الظالم. تدرين الظالم متى يصير ذليل؟ إذا المظلوم كان عزيز نفس. إقبال؟ هلا. صدقين لما قال لي مشاري يبي يرتبط ببنتك، تدري ايش اللي فرحني بالموضوع؟ انك بتصيرين واحدة من الأهل. ما في أحد يختار أهله، بس ممكن الواحد يختار الناس اللي يبيهم حواليه. فيك صاير؟ آسفة مدام إقبال، ما قدرتش أمنعهم، مش من حقي. هلا هلا مشاري.
ما علي، انا كنت قاعده بدل حق ابو فواز ملابسه، خواته لبسوه ملابس قامته صدره، بدلت له. بدلتي له بروحك؟ زين كان نادت احد يساعدك؟ وش تحاول حافظ؟ فيني حل بعدني للحين ماني كبيره اقدر. حبيبتي عساك على القوه. الله يسلمك. قالت لي الممرضه ان شققوا الاصبر اللي انت ملقتهم على الطوفه. عليه الذكرى بالقلب مو بالاصور يا ام مشاري. ابعد قلب. الله يسلمك. انت زينه؟ بخير يعلك بخير ان شاء الله. اسمحي لي على ابنك. الله يعينك يا قبال. كان قلت هلا شريفة. لا ما يخالف اليوم ماني جاي، عندي ظرف خاص. مع السلامة. إقبال، أبي أخذ كل ألعابي وياي، ما أبي أحد ياخذهم كلش. ماجد تحط كل العابي في تشيز وتشيل شنطتي وتشيل مسجلتي، ما ابي احد ياخذهم كلش. حاضر خزنه تعال. العمه وين؟ عند حبيبها. حبيبها؟ تعال يا ماجد. كل شيء طلبتي بخصوص الأثاث سويناه، بس باقي الحين المكتب هذا شو نسوي فيه؟ أهم شيء هذا المكتب أبيك تدير بالك عليه لما تنقله. بس يا عمة ترى أبواب البيت الجديد ضيقة. أبواب البيت ضيجة؟ الله كريم، حتى لو تدير بالك على هذا المكتب وما أبي يصير فيه خدشة كبرى، فهمني؟ الحين فهمت. هذا هو حبيبك اللي قالت عنه خزنة؟ هي قالت لك كذي؟ إيه. يا
يلا يما خزني يلا. عاد لا تقاطعينا يا ام فواز. انا اللي مزعلني اني يمكن ما القى جيران مثلكم. منطي بصمك يا ام فواز. عموما عشاكم حطيناه بسياره ماجد. ما تكسر. والمواعين ما نبيهم. شفتي شلون انك عزيزه يا ام فواز؟ اللي خلى مصقر تتنازل عن مواعينها. مشكوره، اسع عمرك طويل. حياتي، اشوفك بخير. مشكوره مصقر. شكورة وما تقصرون، من طيبكم وطيب أصلكم. يلا يبا مع السلامة، لا تقاطعوني. مع السلامة. تبكين يا كارونة على بيت أهلها معروفة وقيمته. الو، مكتب المحامي محمد سالم، تفضل. الو، من فضلك ممكن اكلم الاستاذ حمد؟ اقول له مين؟ اقبال. اقبال خالد عبد الله. لحظه بعدين. الو، اهلا اهلا استاذ اقبال. هلا استاذ، هلا فيك. امرين، شلون اقدر اساعدك؟ أستاذ حمد، تتذكر أنا آخر مرة قعدت معاك وأنت اقترحت علي اقتراح وأنا كنت مترددة؟ صحيح. ما أدري يعني إذا وقتك يسمح أبي أمرك، علشان بس أبي أستفسر عن شغلة، وهي إلغاء التوكيل اللي سويته حق ولدي. حاضر، تحت أمرك. مشكور، ما تقصر. برا، طلعي برا برا، طلعي برا، بغرفتك بغرفتك هذه. انت هي هي تقعدين تصرخين، انت غرفتك هذيك صغيره مو هذه. لا لا، انت غرفتك هناك. ايش فيكم الصاير؟ ليش هالصراخ؟ ليش مخاف؟ ايش فيك؟ قولي لها هذه غرفتي انا. اي غرفتها. اي غرفتك انت. قعدي روحي بنا، ما يروحي بنا. مو غرفتها. قعدي حبيبتي، ليش تصرخين ليزا؟ من يقول هذه غرفتك انت يا اصلا؟ هذا سريري. اي ولك هذا السرير والغرفه هذه كلها لك انت، بس لا تزعلين. حبيبتي ايش فيك؟ انت العاجل الطيبه الحبوبه اللي دائما صوتك واطي وما تصرخين، ليش امك كذي؟ ايش فيك حبيبتي بعد قلبك؟ غرفتي غرفتي.
غرفتك. غرفتك هذه وما حد ياخذها. حبيبتي بس بس يا بعد قلبي اهدي اهدي حبيبتي. امي غرفتي امي انت ايش فيك غرفتك هذه؟ يما انت شلون تعطيني الغرفه الكبيره وتعطيني انا هذه؟ ما يخالف انا ابي غرفتها تكون يم غرفه كارونا. يما تكفين انا اغراضي وايد هذه شو تكفي؟ بعدين انا بجيب مكتب وين احطه؟ حطيه بغرفتك مثل ما انا حاطه مكتبي بغرفتي. تحملي الغرفه صاده اريح لي واريح لك. وبعدين تحمليها حتى لو شويه ضيجه مثل ما انا متحمله عيونك الضيجه. شو يصير يعني؟ اي بس هلا يعني احنا ما عندنا سيوله عشان نفتح فرع ثاني. يا مدام حصه مبيعات المحل كتير كويسه ومن خلال هاي الارباح فينا نفتح فرع ثاني. ما يصير احنا عندنا التزامات ومحتاجين الارباح هذه عشان نغطي جزء من راس المال على الاقل. انا ما على الفرع الثاني اصبح ضروره. اي بس يا ابو سالم يعني ما صار لنا كم اسبوع من فتحنا هالفرع، ليش نبطل الثاني؟ ولو مدام حصه اولي قلبك شوي. والله كلام فوزت بصدق شلون توافق على شيء نفس هذا؟ اي بش المشكلة؟ ترى كلها فترة بسيطة لقدام راح نرتاح. اي بس الريال يقول ان فلوس الارباح مالت الحين ما تكفي، من وين يجيب للسيولة؟ مو تعصبين من نصيب حور من البيت. صدق فواز ينيت؟ يبا كسر يحسك فضحتينا قدام العالم. يبا لا تحاتين كلها فترة مؤقتة وفلوسها راح ترد، لا تحاتين. ما ادري شلون تفكر. أستاذ فواز ممكن تجي شوي لو سمحت؟ إن شاء الله. إن شاء الله. إيش فيك تبوسم كذي؟ بدل هي تجي عندك تقول لك تعال عندي؟ من اللي يشتغل عند الثاني؟ ترى اللي تشتغل عندك. اثقل شوي خل تحترمك. زين يبا إن شاء الله خلاص. قواك الله يا علاء، بس ابيك تنتبه حق شغلك. تكرم عينك يا ابو سالم. ماشي ابو سالم. اي والله ماشي، بخلص كم شغله. ليش تبي شيء؟ لا لا، الله يقويك. هلا فيك. استاذ فواز؟ خير نادين، شلونك؟ اتصل فيك محامي ولدك. محامي امي. منو جراح؟ لا مش جراح، اعتقد حمد او احمد. احمد او حمد. زي ما قالت شيبي؟ ما بعرف شو بدي اقول لك استاذ فواز، بس بعت على الفاكس ورد الغاء التوكيل العام من امك. شنو؟ موضوع التوكيل؟ والله أنا على بالي وصلت فيك الوقاحة إنك جاي هني علشان تبارك لي على البيت. يما أنت شلون تلغين التوكيل من غير ما تقولي لي؟ الله يهداك أعطيني خبر قبلها، انقص وجهي قدام الموظفين. كارونا كارونا. يما قاعدة أكلمك. إحنا اللي بيننا فعل ما بيننا كلام. نعم ماما. شوفي لي حبيبتي وين حاطة جهاز السكر، ما أدري يم راسي أو بالجرار. خليني أقيس السكر قبل لا أنام، كنا ارتفع عندي. إن شاء الله. يما أنت لازم تسمعيني. ما أبي أسمع كذب. أفعالكم لو تسود الوجه أنا أتقبلها أكثر من كلامكم لأنها تكشفكم. تفضل اطلع برا. شنو؟ تفضل اطلع برا. تطرديني من بيت أبوي يما؟ الحين تكذب وتصدق كذبتك، هذا بيت أبوك؟ يعني تطرديني؟ اي اطردك، هذا بيتي.
نفس الكلمة اللي قلتيها حق عمتي فوزية نفسها. قالت لنا أمك طردتنا من البيت، ويوم قلنا لها ليش؟ قالت بيتي. ما يعنيني هذا الكلام، وقول حق أختك حصة لا تجبل علي. زي ما طردتي حور بعد. حور ما تطلع من الباب هذا، حور إذا تب تطلع تدش من المطبخ وتلف من الحوش كله وتوصل الباب الخارجي، لكن من هذا الباب ما تطلع أختك. أما هذا الجهاز مال السكر. ألو، هلا. أرجوك أجل الموضوع لباكر. يا أخي فهمني، ما عندي سيولة. يبا خلاص خلاص، أنا أشوفك باكر وأنت فاهم. يلا مع السلامة، باي باي. فواز، فواز، أما إقبال. إيش فيها؟ تعال. أستاذ إقبال، السكر مرتفع عندك وايد. شلون يرتفع يا دكتور؟ أنا ملتزمة بالأدوية والحمية. أحيانا الأدوية والحمية ما يكونون كافيين. زين والحل؟ الحل الأنسب لك الأنسولين. أبر؟ إي نعم. لا دكتور الله يخليك، أرجوك أنا أقرأ عن الأبر ومضاعفاتها. من فضلك شوف لي أي حل بديل غير الأبر. بالنسبة لحالتك وغرات السكر اللي عندي هذا الأنسب لك. لازم أروح الصيدلية أجيب الدواء، بس قبل لازم أقعد معاهم علشان يشرحوا لي شلون آخذ الأوبر. أوبر؟ حور روحي معهم الصيدلية. كورونا امشي معي. خزن أنتي خليك هني على ما نروح وني. سامعتني؟ سامعة. خليك وياها، خليك وياها بعدين أنا، خليك وياها. زين يا رب. بدنا قاعد بعجز. كورونا ولا مؤقت ولا شنو؟ شوي كورونا هذه الحين في أوبر درين بالك عليهم. الأنسولين مو يتكسر، شوي خزنينه مو يتكسر، تحطينه بالثلاجة لازم يكون بارد على طول، وعلموني شلون آخذ الأوبر. خوز الزبعض. يلا يلا. والله أدري إنك ما تبيني أي معك البيت، ما تنلامين، احنا غرتنا الدنيا. تكفيني ما تكفيني، خليني اي معك البيت. انت تعبانه وتبين احد يداريك، ويبيلك وقت على ما تتعلمين على هالابر. تكفيني ما خلي اي معك. اي معك البيت، اي بغراضي. انا اروح اجيب السياره وياه. ما تكفين، ردي علي قولي اي شيء. تكفين تحكي. يما هذه مو كنا سيارتك؟ Thank you.
شفتي؟ تبدي الخدم علينا مخليه ماجد يسوق سيارتها ولا تشنه بنتها سيارتها مكسره؟ كارونا الحين يوم العمه تقول لك اخذي مفتاح السياره وحطيه تحت دواسه البيت الجديد، تروحين تحطينها فوق الدواسه؟ والله الله ستر يا عمه ولا كان باقي في السياره. احنا في امن وامان الحمد لله. ما يعرف ما يعرف، اما اقبال تعبان واجد، انا يرمي مفتاح سرا فوق بسطه ويشيل ماما يطلع. اي يطلع؟ والله يا عمه لو عندي سياره كان ما تاخرت عليك، كان جيتك على طول. ما قصرت يا ماجد، انت شلون جيت؟ شلون جيت بعد؟ اخذت تاكسي وجيت. جزاك الله خير. ما تتقبلهم بعد كلش خلاص. الا كورونا، انت الحين شو مجلسك قدام؟ ليش ما قعدتي ورا مع العمه وخزنه؟ ايوه 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 يا ماجد، انت خاف من زوجه ولا انت في جنجال في قار من انا؟ اي جنجال انت؟ ايش دعوه مقعد الصبوحه جنبي؟ انا لو تزوجتك زوجتي بتوافق، ما راح تقول لا. يلا عاد منو هذا سبوح؟ انا مدوري ديكشت. اما اقبال خلاص، انت طلع ليسن مشان انا في سوق، انا يستوي دريول مال انت، ماجد ما يبي خلاص. انت سفر بس شوف. يصير خير. حصي اي غلط طيبه؟ انت ما صدق احنا ما غلطنا بشيء، كل شيء كان قانوني، سويناه بالقانون. حتى لو بالقانون، احنا شلون تجرأنا وبعنا البيت من وراها؟ انت تدري احنا ايش سوينا؟ طلعناها من بيتها بالغصب. حصه ترى خيرته البيت بينباع. نشوف شريكنا ابو سالم، كل ما دشينا معاه مغامره جديده بهالمشروع تلقاه بارد ومو هامه شيء، ودائما يقول اهم شيء الصحه والعافيه ورضا امي. ليش انا وانت بالذات خايفين ان الله ما يوفقنا بهالمشروع؟ زين يبا الحين شو المطلوب يعني؟ حصه لا تصيرين وايد اوفر، ترى احنا مو اول ولا اخر ناس يبيعون بيتهم. احبك حق الدراما انت وامك. لا مو دراما، امي صدق تعبت واكتمت بقلبها عشان كذي السكر ارتفع عليها ووصلت مرحله الابر. طول عمرها خايفه توصل هالمرحله، تدرين كل ابره راح تاخذها راح تتذكر ان احنا السبب فيها. طيب ركبي ركبي خليني اوصلك. تعالي كورونا، كورونا بطل الباب، كورونا بطل الباب بس شوي كورونا. يا جماعه انتم مستوعبين قاعدين نترجى منه عشان يدخلنا بيتنا؟ حور مفتاح البيت عندك؟ عندي مفتاح الباب اللي ورا مال المطبخ، كل مره ادخل منه انا والغاز واحد. يبا خلنا ندخل من المطبخ ولا نقعد نترجى خدابه. لحظه، انا توني طليت من الدريشه لقيت خزنه قاعده بروحها. وخير يا طير؟ ايش فيك؟ ترى خزنه ذكيه لا تستصغرها، هي تدري ان امي ما تبينا ندش البيت، اذا دشينا عليها فجاه بتقعد تصارخ، واذا صرخت امي بتعصب علينا زياده. لا والله، يعني الحين اذا دشينا من الباب امي راح تقول يا هلا ومرحبا؟ مو لهالدرجه عاد، امي اطيب من قلبها ماكو. كورونا بطل الباب بس شوي. كورونا حسان ما يقدر يفتح الباب الحين. اما اقبال يقول لا يفتح باب. اما اقبال يقول انا ماكو اولاد، اولاد مال انا كله موت. اما اقبال الحين وايد تعبان. انت تعالي باكر، ها باكر تعالي هسه. استغفر الله يا جماعة، ترى أنا زهقت، طقيت شبدي، قاعدين نترجى. يبا احنا نمشي ونخليه على راحة أحسن. لا ما راح أمشي، لازم أتأكد أن السكر عندها صار زين ولا لا. حور لي دش الداخل تطمن على أمي وتقول لنا. أنتوا عبالكم أنا ليش قاعدة معاها بالبيت؟ يعني أشوفها كل يوم؟ ترى حالي حالكم، غدا يوصل لي للغرفة وممنوع علي يطلع. أنا ما راح أخليها.
خزنة؟ خزنة أمي ليش ما تعشيتي؟ وهذا عصير المانجل اللي تحبينه أشربت شوية عصير؟ خزنة شفيج؟ سألت كارونا قلت لها تغدت خزنة؟ قالت لي لا. قلت لها كلت شيء؟ قالت لي لا. ليش أمي زعلانة؟ شو مضيق خلقك حبيبتي أنتي؟ وهذه الغرفة اللي أنتي تبينها وشوفت؟ شوفي كل اللصقات الملونة الحلوة اللي أنت تحبينها علقناها أنا وكارونا لك. مو عاجبتك دارك؟ وين شرطتك؟ قومي سمعيني الغناوي اللي أنت تحبينها أنا وياك نسمعها. قومي أمي أنت حبيبتي. خزنة شفيتش يا قلبي؟ ليش ضايق خلقك حبيبتي أنتي؟ يعني بلش تبينا نسوي نقول لهم خلاص بطلنا من المشروع عطونا نصير بأننا بنطلع وانا نروح حق اللي اشترى منا البيت ونقول له تكفر لنا بيت بنفس السعر القديم ونعطيك بيتك القديم انت صاحيه فواز احنا ايش سوينا مموي انا احس روحي كنت عميه وفتحت حصة حبيبتي فتحت عينك ولقيت روحك بنص البحر يا تكملين يا تغرقين وتغرقين وياك اي وامي حصة وبعدين معك ما اقدر اشوف امي كذي ما اقدر اشوفها كذي لان ايش بتسوين الو هلا خالتي شريفه استغفر الله العلي العظيم اقدر اعرف هذه شايبه هني هنوفتك فين انا تعبان لا يريح مالي خلق فواز جاوبني هذه شايبه هني بلي لا حول ولا قوه الا هذه شنو ما تعرف تعيش الا بالمداحر شايبه بيتي يا ايوه ما كانت ناويه تي انا اللي قلت لها تعالي كانت بحاله ما يعلم فيها الا رب العالمين تقعد معاها ببيتها بمطعم بمكان عام بس ما تقعد معاها هني ببيتي هذه شنو ما عندها كرامة شلون انتي بيت واحدة ما تبيها يا يبا دخلت البيت وخلاص شلون يعني تبين اطردها والله تدري شيء انا اللي عارفه ان الريال تفر زوجته تفر امه لكن تفر اختها هذه جديدة ايه وشلون تفرني بالله فواز بصراحة انا ما ابيها تشاركك بحلالك ما تسوقين؟ الدكتور وصاني ما أسوق يعني على الأقل الفترة هذه لحد ما يضبط السكر ويخاف إني أنا آخذ أوبر فيصير عندي هبوط يعني شوي شوي لما نعرف الجرعة المناسبة شو بعد عمري؟ كان قلتي لي يا مرج عيل منو اللي جابكم؟ ماجد وصلني ما تشوفين شر إن شاء الله خزنة حبيبتي
شفتي الكافتيريا اللي هناك اللي يمنا؟ روحي بينا شيء ناكله، كاكاو كذي، انا وخالتك شريفه وحتى حقك انت. اي عافيه حبيبتي انت. اي عافيه الشيخه. دير بالك على الفلوس مو تطيح منك امي، ها؟ شوي شوي حبيبتي، يلا طفي. عافيه حبيبتي. يلا طفي المي. دير بالك على روحك. ايش فيها خزنة؟ ماني خبرتها كذي. الله كريم ان شاء الله، المهم قولي ايش تبين قبل لا ترجع. اقبالي، انت عارفة انا ايش كثر احبك. وتدرين اني اعدك حسبة اختي. في مصيبة صح؟ طالما بديتي بهالطريقة هذه معناته في مصيبة. قولي. لا والله حشا، لا مصيبة ولا شيء. انا بس ابي اصلح بينكم. ما بيها تكتب عني بكتابها. خلاص، قولي لها الموضوع انتهى. يا كثر الكتاب اللي موجودين عندنا، ايش تبي هي؟ ما ابي. لا انا ما اتكلم عن سوسن. انت تعرفين بنات خالي؟ لا والله ما اعرفهم. عيل شنو؟ عيالك. عيالي؟ ومنو اللي قال لك ان بيني وبينهم شيء؟ حصه كلمتني واعترفت لي بكل شيء. السلام عليكم. عطنا من هذا. وابي من هذا. يبا يبا كاي كاي خزنة. اي والله كاي خزنة. يلا يلا سلموا عليه. يبا يلا يلا. خزنة. حبايبي. شلونك؟ شلونكم؟ شخباركم؟ صديقاتي. شلونكم؟ الحمد لله. شلونك يبا خزنة؟ شخبارك؟ عمي انا وايد زينة. شلونكم؟ ولهت عليكم وايد وايد ولهت عليكم انا. الحمد لله. تعالوا خلا اعزمكم انا. شوف تتعبين من هذا صح؟ عطنا هذا واحد. اي وعطنا هذا. انت ادري فيك تحبين عطنا هذا. اي وعطنا هذاك حسد هذا. اي عطنا اياه. اي وعطى كل شيء ثلاثة لا احنا أربعة. هذا حقهم؟ اي انا عازمتهم عمي. انا عازمتهم. مشكورة. عمي انا معي ثلاث دنانير. عندك سلف؟ خلاص اخذي اللي تبين ومالك شغل. انزين حطهم بجيز. انا مهما كنت قريبة منك كصديقة، بس هذا ما يعطيني الحق اني اتدخل في خصوصياتك إلا إذا أنتي سمحتي لي. بس شو أسوي؟ بنتك إيه اللي ياتني، فحسيت إني مجبورة أتدخل. إقبال، أنا أدري إنك مو سعيدة، وأنا دوري كصديقة إني أطلعك من دائرة الحزن اللي أنتي حاطة نفسك فيها. سامحيهم. سامحيهم إقبال. انت بهالظروف اللي تمرين فيها محتاجتهم حولك. سامحيهم واحتويهم حتى ان غلطوا. صدقيني اقبال، هم متحسفين ندمانين على اللي سووه. تضحك خزنة، تضحك.
ضحكي ضحكي اذا تحبيني ضحكي على طول. شكلك لها من زمان ما ضحكت. انا لو ادري ان هذا شافتكم تضحك كان من زمان جبتها لكم. شلونك مفضل؟ بخير يا عساك بخير. انت شلونك وام صقر شلونها؟ احنا الحمد لله كلنا بخير بس والله فاقدينك. ما تفقد عزيز وغالي ان شاء الله. امي شلونك؟ ولهت عليكم. هلا 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 بالحلوه الصغيره، هلا بالقمر، هلا بالحلوه. هلا ام فواز، ترى البنات ودهم ان خزله تروح معانا البيت وتتغدى. تكفين خالتي اقبال وافقي، بس انا خاف اكلف عليكم. لا ما في كلافه، خزنة طول عمرها متربية عندنا، بيني وبين ام صقر وبين البنات، لنا حق انها تزورنا. اكيد. عمي اقبال خلنا اروح معاهم. حبيبتي. بعد عمري. يلا مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة خزنة. يلا تعالوا خلنا نروح نروح البيت ونتغدى وبعدين الالعاب اللي انا جبتهم والحلا كلنا عاد احنا عاد. حي الله ابني انا. الله يحييك عمي. حي الله بنيتي خزنه، والله ولهنا عليك. وانا بعد ولهانه عليكم واحبكم وايد. ما بغينا نشوفك، الفريج كله فاقدك. حتى انا بعد مستانسه اني شفتكم. شكرا على الغداء. يا حليلك يا خزنه يا حليلك. نشبيلها ايوه نشبيلها خل تاكل. انا عارفه انت شب، عارفه انا حق نفسي. يلا يلا اكلي. تبيني احط لك؟ تعال. اعطيني صحن مال. هذه الساعة المباركة. يلا يبا يلا يبا. استانسين اليوم خزنة عندنا ها؟ سامحيهم يا إقبال. سامحيهم. أقول لك كم مرة أطلع من الدوام وأركب سيارتي وألقى نفسي هني واقفة من غير ما أستوعب. أطلع من المستشفى وأي أصبط سيارتي هني وبعدين أستدرك إن هذا مو بيتي وأمشي بسرعة بسرعة عشان لا حد يشوفني. ألو، هلا هلا مصقر. إيه حبيبتي. لا ما علي بعد عمري، خليها وقت ثاني لأن أنا صديقتي وياي. إيه أنا واقفة عند باب البيت، أوعدك أجيك مرة ثانية. إيه يا ريت خليها تطلع، أنا موجودة واقفة هني. مشكورة مصقر، مشكورة بعد قلبي. العفو من شيم الكرام، وأنت كريمة إقبال. مو اليوم بالذات، لا ما أقدر ما أقدر. ماني فاهمة. أنا قبل لا هيك كنت عند طبيب خزنة، قال لي البنت مو طبيعية، فيها شيء، صار لها فترة مو على طبيعتها. قال لي أكيد حايشها اكتئاب بسبب التغير اللي حصل. أي تغير؟ طلعتها من البيت اللي تعودت عليه، غرفتها اللي كانت تعيش فيها. البنية عايشة بغربة، فاقدة كل اللي حواليها، فاقدة منطقتها، فاقدة جيرانها، فاقدة حتى الجمعية اللي متعودة عليها هي تروح وترد. خذوا منها كل شيء، خذوا بسمتها، خذوا ضحكتها. البنية تعبانة تعبانة، عايشة بغربة يا شريفة، عايشة بغربة. مو لهالدرجة إقبال، معقولة؟ مع السلامة. استأنست إني معاكم. باي. خزنة وراحة مو مني. خزنة أمي تعالي حبيبتي تعالي، صدقتيني تعالي ما تعالي. ركبي حبيبتي أمي، ركبي ركبي. شلونك يا حلوة؟ يلا يما مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة خدنا. راحت. سلام. باء
بعد ما توفى أبوهم إخوانها عطوها هذا البيت نصيبها من الورث. قالت ما أبي، ما يناسبني، مو مستواي. سوسن؟ يلا مع السلامة. مع السلامة. يلا يما. يلا السلامة. حبيبتي يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. في هذه الليلة من كل سنة تعيد ذاكرتي نشاطها وحيويتها فأستسلم لها متجاهلة كل قدراتي على النسيان. في هذه الليلة من كل سنة تتراكم الأحداث وتتزاحم الذكريات دون الحاجة لمنبهات، فصورة من الماضي تأثيرها أقوى من 1000 فنجان قهوة. في هذه الليلة من كل سنة نشتاق لمن كان بيننا وندعو المولى بأن يطيل بأعمار من حولنا. هي ليلة عبادة، هي ليلة سعادة، هي ليلة العيد. يلا اقبال يلا ببشط شعري. تصير 1200 دينار. 1200 دينار. انت حلوه. 1200 دينار يا طالب. ليش ما يجي سلمتي على قماش بنت خالي؟ انا شعري مو مبشط. ما يخالف حبيبتي، هذه مو غريبه، ويات تزورنا لازم تطلعين تسلمين عليها وعادي مشطك قدام هذه بنت خالي مو غريبه. ترى هي هدت لك هذه الفلوس عيديه لك، خليك بالليل ان شاء الله تكلمينها وتقولي لها مشكوره خالتي ما قصرتي. صدق؟ اي يعني لازم نكلمها؟ طبعا يمه، اللي يحترمنا احنا بعد نقدره، صح ولا لا؟ صح، انت علمتيني كذي. لفي راسك الصبح. ابي الورده هني على جنب. ان شاء الله.
تبارك الهيبة. هلا هلا، كل عام وانتم بخير. يمه بخير، عيدكم مبارك. هلا شلونكم؟ كل عام وانتم بخير، عساكم العايدين والفايزين ان شاء الله. عيدك مبارك حبيبتي، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، عساكم العايدين والفايزين ان شاء الله. شفتوا؟ هذه غرفتي، هذه غرفتي. هذه غرفتي. خزنة، غرفتي صغيرة، غرفة سارة ببيتنا أكبر. صدق سارة؟ بس غرفة خزنة اللي بيت أبوي بدر كبيرة. باعوها. شنو؟ باعوا غرفتي هناك في بيت بابا بدر، وإقبال قالت لي هذه الغرفة الصغيرة وايد زينة لك. أنا حبيتها وحطيت ألعابي وأشرطي وسجلتي وكل شيء. حلوة غرفتي. أمي شكلها دخلتنا الصالة وتحسفت. حين أنتم وعايدتوها وخلاص، يلا توكلوا على الله. شو ناطري؟ معقولة هذه الصالة بس؟ وايد صغيرة. تبي الصج أمي ما تنلام ترى. دراما، شفيت؟ ولا عيال؟ يما بغرفة خزنة. يما لحظة. يما خلي الياهل بغرفة خزنة وتعالي خلنا نتفاهم شوي. يما ما خلينا نقول لك اللي عندنا وانتي بعد خذي القرار. يما ندري ان الشيء اللي سويناه هذا كان غلطه وايد كبيره. زرتوا ابوكم بالمستشفى؟ يما احنا قلنا نزورك بالاول نعايدك بعدين نروح حق ابوي. كملي. يما انا كان كل همي عيالي وشان امن مستقبلهم. يما انا طالع الله وطالعهم. بس لا تعزين عيالك وايد، لانه ممكن يبيعونك كذي برخيص. أمتك وين سامحيني؟ ما أنا الليل ما قمت أنام. تكفين سامحيني، تكفين طلبتك. أنا مو ملاك، أنا إنسان. عيالها طعنوها بظهرها بسكين، لا هي قادرة تتحمل الطعنة ولا هي اللي قادرة تشيل السكين من ظهرها. هي بس دي قلبك كبير، قلبك كبير يما. أي أم بالدنيا تخاف على عيالها؟ حتى أنا على اللي سويتوه فيني أخاف عليكم. بس يا ويلكم، وين بتروحون من عقاب الله؟ وين بتروحون من عقاب رب العالمين؟ منو كارونا؟ أما هذا ناصر وماجد يجي يروح يفتح باب مال المطبخ. شنو باب مطبخ؟ عشان يدش داخل. شفيك كارونة؟ أما عيب؟ والله لهم قطاوة ما دششتيهم من باب المطبخ، عيب. هذول ضيوفنا، دششيهم عزيزين مكرمين الصالة، أهلا وسهلا. لحظة استقبلهم أنا بنفسي. غسلي وجهك لا يشوف دموعك ريلك. مياو سكتين ولا كفخج الحين.
عيدك مبارك. مشكورة يا جدة. عيدك مبارك أمي. مشكورة أنت يا حبيبي. عيدك مبارك أمي. مشكورة يا جدة. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير. هذا لك وهذا لك أنت بعد. والله مشكورة يا عمي. كل عام وأنت بخير يا الغالي. مشكورة يا عمي. عفو أمي أنت، عيل أم أحمد ليش ما جات وياك؟ والله يا عمة أم أحمد شوي تعبانة. وخفت أجيبها وبعدين تعادي الصغار قلت خلها بنا. لا سلامتها ما تشوف شر، عاد هذه الغالية الحبيبة أم أحمد. الشر ما يجيك، أخليها تجيك إن شاء الله يا عمة بس تطيب. الله يسلمك إن شاء الله بإذن الله ضروري تيني، عاد هذه أنت تعرف عاد أم أحمد هذه جنتي العزيزة. عمتي بس عشان لا نتأخر على موعد زيارة عمي بدر، إيش رأيك نمشي؟ إي أمي، يلا دقيقة بس. أعطني أنا أحط فلوس وبعد تعطيني أنت، صح؟ أحمد وشلونك؟ وينك ما تزورنا؟ يعني بس عشان العيدية عدل؟ تعال تعال. عيدك مبارك. ترى انا اعطيني انا بغز امي. انت ما يعرف. شنو اللي ما اعرف؟ اعطيني اعطيني انت اجت ثقيله اعطيني. صبر. روحي شوفي عيالك ذهبيهم عشان نروح حق ابوك. صك الباب كارونا. صك الباب. يعني تحسسيني انك مو بنتها وانك ما تعرفينها. اي بس ما توقعت ان قلبها ممكن يكون جاسي كذي. ما تشوفينها ناجحه بشغلها؟ اذا الطالبات الطالبات يرجفون لما يشوفونها، شلون احنا عيالها؟ شو تسوين؟ ايش بسوي يعني؟ بفسخ القلب وببدل هدومي وبحط راسي وانام. اليوم عيد. حبيبتي احنا المقطوعين من الشيره عيدنا يخلص مبكر ماكو. شنو يعني؟ ما انت رايحه حق ابوي؟ حصة وايد بس كم نفاق ايش فيك؟ بعدين انا طول الليل ما نمت امس سهرانه. لو مو حنتك انت ويا فواز كان ما قمت اصلا. تكفين امشي معنا، مالي خلق حنا ورنا ومشاكل، تكفين خلي اليوم يعدي على خير. ابوي رد له وعيه؟ ولا هو بس كذي فيلم عشان البطله ترتاح؟ احترمي نفسك، ترى هذه امي. امك ما تنكسر، لا تخافين. إذا عماتي عماتي اللي كل الناس يسولفون ويقولون ما حد يقدر عليهم أمي قدرت عليهم وراحت داومت أبوي على فراش المرض ومشي قوانينها وأوامرها علينا حتى وإحنا كبار. وبيعت البيت كانت من قوانينها بعد؟ حور لا تصيرين جاسية، ترى أمي ما تستاهل. بدر امي يلا بوس ايد يدك وقول له عيدك مبارك. يلا ساره يلا امي يلا عافيه حبيبي يلا 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 يا عيال يلا يلا عبودي يلا ام عافيه وليدي الشيخ يلا 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 بوس ايدك بوسه بوسه حبيبي. شو تقول له؟
عيدك مبارك. يد يلا أمي. عيدك مبارك. يلا تعال أحمد أمي الشيخ. عافية حبيبي. عطني أنا بوسك أبوسك. هاي يوسف. عافية يا بعد عمري، ما قصرت. وعيدكم مبارك. عيدكم مبارك وكل عام وانت بخير، وإن شاء الله تقوم لنا بالسلامة يا رب يا حبيبي. كل عام وانت بخير. Thank you so much. Thank you. كل عام وانت بخير. وانت بخير. حور، يا ريت لو تعيدين النظر بموضوعنا. ترى انا شاريك. للحين يفكر فيك؟ تخيلي يقول انا شاريك، حتى كلامه شغل اول. شلون انا شاريك؟ سياره ولا لعبه؟ حور، تدرين ايش معناته ترفضينه ويرد يخطبك؟ معناته يحبك. وين بتلاقين واحد كذي؟ ويه يا كثرهم. اي يا كثرهم. الريال بهالوقت قبل لا يخطب البنت يدور انه ما فيها ولا عدروب. لو اذا رفضته طلع كل عذاريبها. انا ما بي. ريال كل حياته حكم ومواعظ، سو خير قطه بحر، نام مظلوم لا تنام ظالم، الدنيا ما تسوى. ما غلط، صدق الدنيا ما تسوى. لا والله، انا بالنسبه لي الدنيا تسوى. انا واحده احب اضحك، أسافر، أستانس، أنا واحدة أحب الحياة. ليش أعيش مع واحد يقضي وقت فراغه بالمكتبة؟ يروح المكتبة؟ هو شو اسمه؟ مشاري؟ إي، مشاري وشاري، واللي عافيك غيري الموضوع. اللي أقول حور، شلون لقيتي هالطاولة؟ توقعت المطعم زحمة العيد. حبيبتي، أنا عارف كل اللي يشتغلون هني. من أول مرة يبتيني وأنا ما يمر أسبوع إلا وأنا جاية المطعم. زين يبا خلاص يا ما نطول. اي يلا باي باي باي، مع السلامه باي. وين 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 تروح؟ احنا للحين ما عايدنا هلي. انت اللي طولتي بنوبتك، شو اسوي لك بالله؟ لا والله انا ما قلت لك امس بنروح لهم العصر، صح ولا لا؟ زين اختي سيارتها خربانه، اخليها بالشارع يعني؟ ام بي خد بر عمرها، ما هي ياهل. شفتي اخوك وعمايله؟ ما ياني حصه، ما ياني. ايه مشى ورا كلام مرته. قال لي كلمي حصه. يا معوده تكفين تعالي انا ناطرتك. يلا اوكي ناطرتك. واخوك هذا انا اوريك فيه، ان ما صفيت حسابي معاه. خلاص هدي حور هدي. الحين بيلك خلاص. ها وش فيك؟ يلا باي. الو، العادين فايزين ان شاء الله. لا لا ماكو ازعاج، منو معي؟ اي هلا فيك. لا اختي احنا نبطل بالعيد عادي. شلون؟ مو مشكلة خلاص، أعطيني بس شوي وأكلمك، بتأكد من الموضوع بس.
ماشي اختي، مع السلامة. حسبي الله عليكم. ليش ادق عليهم؟ خل اروح لهم احسن. انا اوريهم. هي واحدة. عبيد، دير بالك على اخوانك، واذا ابوك قال وين امك قولها بالمحل. عبد الله عطني بس واحدة. واحدة حبة واحدة. خلاص ناصر، اخذ اليهال وجههم بيت ابوك، شو اسوي انا يعني؟ يطلع لي اي عذر؟ قولها مريضة، عندها ظرف طارئ، اي شيء. انزين زين. خلاص انا وصلت الحين، بعدين اكلمك، باي. نادين. اهلا مدام حصه. الساعة كم بطلين انتو؟ من قبل شوي تقريبا. من شوي؟ ليش ان شاء الله؟ بتعرفي مدام امبارح كانت ليلة طيل وسهرت انا والشباب لاي ساعة، فمن حقنا انه نرتاح شوي. تبلغوني، مو تداومون على كيفكم، ولنفرض ان انتم سهرانين للفير، ليش تو تبطلين؟ انا مو قايلة تبطلون الساعة 4، الحين قريب المغرب. مدام حصه نحن متفقين احنا واستاذ فواز ما نفتح اول يوم العيد. احنا ايش قايلين اخر اجتماع؟ ردي علي، ايش قايلين اخر اجتماع؟ يا مدام نحن كمان من حقنا انه ننبسط ونعيد مع اهالينا. بس احنا اتفقنا باخر اجتماع انكم تداومون اول يوم العيد. وليش نداوم؟ ما في زباين بتيجي اول يوم العيد. لا والله، وهو على كيفك وهو. الناس مساكين وين يروحون بالعيد؟ من زود السياحه عندنا، مغاري يفترون بالاسواق بالملل. حصل خير مدام، ماشي. سمعي، احنا باخر اجتماع اتفقنا ان نعطيكم بونس لما تداومون. اعتبري هالبونس تكنسل. عفوا؟ اللي سمعتيه. شنو؟ والله ماني ساكتة على المسخرة اللي قاعد تصير هذه. فوضى هي. حسبان لهم حلال حلال ابوهم. علاء الزفت. الو. كل عام وانا بخير. اي خير اللي بشوفه من وراك علاء؟ دام اني واثقة فيك وبموظفينك، اي خير قول لي. شو عاملين؟ هذه مصيبة. اذا ما تعرف موظفينك شو عاملين؟ تعال شوف شو عاملين يا حبيبي. الحين انا مو قايله الكوليكشن الجديد كله ينزل قبل العيد. كا كوليكشن جديد ليش مو منزينه بالمحل؟ حاطين لي اياه هني زينه ديكور. يمه منك، يمه منك، كل ما سالتك عن شيء طلع. تبرجتون والدنيا طارت. وعلى فكره انا مو كل ما تحتاجوني لازم اكون موجود كن فيكن. على فكره ترى هم انا عندي التزاماتي. لما اختك تخترب سيارتها وتوقف بالشارع المفروض تهد كل شغلك وتجيني ركب، مو تخلي ريال غريب يصلح سيارتي وانت حضرتك قاعد هني في البيت. وانا ايش دراني ان حصه ما مرتك؟ فواز عن اللف والدوران، ترى حصه بمحلكم وقالت لي انها كلمتك. اوه يبا خلص، ايش المطلوب؟ أبي نصيبي من البيت. أه؟ من قال ها سمع؟ أبي نصيبي من البيت. يعني مو معقول أنت تفتح لك محل وزوجتك تاخذ لها سيارة آخر موديل وأنا قاعدة على سيارتي هذه القرنبع اللي كل شوي واقفة بالشارع. ما أبي. بدر، إيش فيك أنت ويا أختك؟ هلا، هلا بالزين. هلا بالحلا كله، هلا، وين أمك؟ قاعدة بالحديقة. الحديقة. ليش انطر؟ ليش؟ فلوسي وابيها وين وديتها؟ استحي على وجهك وعيب عليك، مو انا اللي ابوق فلوسك. وانا بفلوسي باكر حالي حالكم. والله ان ما اعطيتني فلوسي لا اروح حق محامي باكر واطلعهم من عينك. اقول سمعي، ترى انا قانونيا الحق وياي، وعلى فكره انا عندي توكيل عام.
بس مو انا اللي ابوك، لان انا واحد يخاف ربه. اطلعهم من عينك، انت تدري انا ما ارد على احد وما اخاف. مرتك تنطرك برا، تقول تاخرتوا على نسايبك. بعدين لو سمحتوا ما في داعي للصراخ في بيتي، البيت صغير والصوت ممكن يسري. تبي تصرخون صرخ في بيتك، في بيت اختك، في محلك، ولا في المحكمه. بيتي الصغير لا يتحمل. عاجبك؟